السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ اغلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وسعادة وراحة بال. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو قالب الدنيا على اليوتيوب بقاله كام يوم، وبصراحة وبيني وبينكم طلع يستاهل. انا جربت الوصفة دي على جنب كده ورا الكاميرا بكمية بسيطة خالص، ولما لقيت طعمها حلو جدا ونتيجتها مبهرة وناجحة 1000000%، قلت لا لازم اقول لاصحابي وحبايبي واخواتي ان فعلا الوصفة دي يا جماعة تستاهل، فعلا فعلا وصفة ببلاش ومن غير اي مجهود. هنعمل مع بعض النهاردة مربة قشر البطيخ، مفيش اسهل من كده. مكوناتها يعتبر حاجة كنا بنرميها في الزبالة فعلا، ولكن عملناها حاجة حلوة قوي قوي وهتوفر علينا، زي ما انتم شايفين معايا الشكل كده ما شاء الله تحفة يا جماعة. محدش يتخيل ابدا ان دي مربة قشر بطيخ. اما اقول قشر بطيخ يعني فعلا قشر بطيخ، ما استخدمناش قلب البطيخة خالص. شايفين الترميلة وشايفين الجمال؟ المربى بتاعتي بدون اي اضافات، بدون جيلي، بدون جيلاتين، بدون لون صناعي احمر. اللي انتوا شايفينه ده قشر بطيخ طبيعي 100%. روعة يا جماعة النتيجة، وهنشوف مع بعض الطريقة بتاعتها سهلة جدا. انا بصراحة مبهورة من النتيجة دي، هتيجوا معايا ونشوف مع بعض في الفيديو عملناها ازاي بمنتهى البساطة. يلا بينا. انا في البداية معايا البطيخة بتاعتي، وانبهكم لازم تكونوا غاسلين البطيخة، سواء هناخد القشر بتاعها او هنرميه لازم تغسلي البطيخة وهي سليمة في الاول. تمام كده، هنقطع البطيخ بتاعنا التقطيع العادي خالص. طبعا القلب الاحمر ده احنا هناكله، والقشرة الاولانية والتانية كمان تعمدت ان انا اسيب فيهم جزء احمر كده، يعني مش كتير بس عشان محتاجاه في اللون، مش كله هعمل فيه كده، انا هخلي بس قطعتين ثلاثة كده بالشكل ده، والباقي هقطعه التقطيع العادي خالص زي ما انتم شايفين معايا كده. بصوا القشرة دي طبعا قشرة عادية خالص زي ما يكون هنرميها بالظبط. تمام، انا معايا دلوقتي كمية القشرة اهو زي ما انتم شايفين. تمام، القشر الطبيعي اللي احنا المفروض دلوقتي ده هنحطه في كيس ونرميه في الباسكت على طول. شايفين بقى الجزء الاحمر ده؟ انا خليت جزء بسيط كده في الجزء الاحمر لان عايزه لون، اما الاساسي معايا اللون الاخضر او الابيض اللي تحت الاحمر ده على طول. الاحمر ده ما بيديش معايا سمك للمربى خالص، يعني اللي بيعمل بطيخه كامله يا جماعه بيخسرها. احنا محتاجين الجزء الابيض ده علشان هو ده اللي هيديني السمك والتلحيمه اللي بتبقى في المربى. دلوقتي هنقشرها بقى التقشير العادي، هاخد القشرة الخضراء اللي هي الكفر الخارجي ده اهو وهرميه، وهناخد بقية القشرة كده ونحطها في طبق على جنب. هنقطعه كله بالشكل ده وبالطريقة دي زي ما انتم شايفين معايا كده، مفيش اسهل ولا ابسط من كده اهو. هنخلص الكمية كلها بنفس الطريقة، بس هوريكم دلوقتي بقى القشر ده انا هعمل فيه ايه. انا هاخده كده في الطبق وهخرطه تخريط صغير خالص او تقطيع مكعبات صغيرة، زي ما يكون بتخرطي بصلاية او بتقطعي بصلاية مكعبات بمنتهى السهولة وبالراحة كده. هنقطع مع بعض كل القشر بتاعنا بنفس الطريقة دي كده. انا هنا خلاص كده قطعت كل كمية قشر البطيخ مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين معايا كده. في المرحلة دي بقى بعد ما خلصته كده لازم اوزن كمية قشر البطيخ اللي معايا، اوزنها على الميزان. لو طلعت كيلو من قشر البطيخ يبقى له نص كيلو من السكر، يعني نص كمية قشر البطيخ هيكون سكر. طب لو انت ما عندكيش ميزان، علشان اسهل عليكي هنستخدم مع بعض الكوباية. هنعاير بالكوباية ونشوف كمية قشر البطيخ هيطلع معايا عدد الكوبايات قد ايه، وعلى اساس عدد الكوبايات هحط نص الكمية سكر. هنعد مع بعض كده كمية قشر البطيخ كام كوباية. وهنا كمية البطيخ عملت معايا 7 كوبايات بالظبط، 7 كوبايات من قشر البطيخ، يبقى لهم 3.5 كوبايات من السكر. بنفس الكوباية اللي عيرت بيها البطيخ هعير بيها السكر. نفس الكوباية انا معايا اول كوباية، التانية، التالتة، وادي النص، يبقى 7 كوبايات من قشر البطيخ لهم 3.5 كوبايات من السكر. هقلب بقى قشر البطيخ مع السكر كويس اوي تقليبة حلوة كده، ودلوقتي هاخدهم على البوتاجاز على نار متوسطة، ويلا بينا نكمل الخطوات مع بعض. الحلة بتاعتي اهي على البوتاجاز بدون اضافة ولا نقطة مية، هي هتنزل دلوقتي المية بتاعتها وهتشوفوا قد ايه كمية السوائل اللي هتنزل. شايفين ادي بعد مرور 5 دقايق على النار نزلت كمية سوائل قد ايه،
يبقى مش هنضيف ولا نقطة مية. هنا وفي المرحلة دي ممكن تضيفي بقى اي حاجة تنكه معاكي المربى بتاعتك، ممكن تضيفي عود من القرنفل القرفة، ممكن تضيفي اعواد من القرنفل، وممكن تضيفي كمان حبهان، بس انا مش هضيف اي حاجة من الحاجات دي. وهتشوفوا معايا انا هطعم المربى بتاعتي بايه، بس مش دلوقتي، خلينا ماشيين خطوة خطوة مع بعض. دلوقتي بعد مرور ربع ساعة، ربع ساعة على النار زي ما انتم شايفين كده، ونزلت كمان كمية اكبر من السوائل، هسيبها بقى تسوي نفسها مع نفسها كده. بص حبايبي، هنا بعد مرور ساعة الا ربع شايفين بدأ الشربات بتاعي يعني يعمل كده شكشكة زي ما انتم شايفين، زي اللي بيعملها معايا في الشيرة او الشربات، واستوت معايا قشرة البطيخة كده زي ما انتم شايفين خالص بعد مرور ساعة الا ربع. دلوقتي بقى هطفي عليها البوتاجاز وهسيبها تبرد لو هضربها في الخلاط، اما لو هتضربيها بالهاند بلندر فعادي تشتغلي على طول. دلوقتي انا هضرب بصراحة بالهاند بلندر، اما لو هتضربيها في الخلاط زي ما بقولك لازم تصبري عليها 15 دقايق كده تبرد شوية علشان الخلاط ما يبص. انا عايزة اوريكم دلوقتي الحاجات اللي ممكن ننكه بها المربى بتاعتنا في المرحلة اللي فاتت، اللي هي اعواد القرنفل والقرفة والحبهان، اهو بالشكل ده كده معانا اعواد القرنفل او المسمار، هنحط 7-8 وحدات منهم، ونبقى عارفين العدد علشان قبل ما نضربها سواء في الخلاط او بالهاند بلندر نطلعهم من المربى، سواء الحبهان او القرنفل. اما القرفة فبيكون عود كبير سهل جدا انك تطلعيه زي ما انت شايفه كده، بس انا زي ما قلت لكم مش هستخدم اي حاجه من دي، انا اللي هستخدمه معايا دلوقتي هتشوفوه بس بعد ما اضرب المربى بتاعتي بالهاند بلندر زي ما هتشوفوا معايا. في المرحله دي زي ما انت عايزه تخلي القوام بتاعها خلي، عايزاها بيوريه قوي خليها، عايزاها نص ونص برضو دي حاجه ترجع لك. انا هنا نكهت المربى بتاعتي برشه خفيفه خالص من القرفه الناعمه، وحطيت كمان معلقه من الليمون، معلقه من عصير الليمون، ورجعت المربى بتاعتي تاني على النار. هقلب بقى رشه القرفه مع عصير الليمون وهقلبه كده 5 دقايق على النار، وفي الفترة دي انا ما شيلش المعلقة خالص، لان ممكن وبسهولة ان المربى بتاعتي تلزق في القعر وتشيط مني، وساعتها هيبقى طعمها وحش جدا. 5 دقايق بس تقليب، وبعد كده هتطفي لانها تكون كده جهزت معايا خلاص. خلاص كده المربى بتاعتنا بقت جاهزة، شايفين السمك بتاعها، ولسه كمان لما سيبها تبرد هتتقل كمان وكمان. دلوقتي انا مجهزة معايا البطرمان اللي هعبي فيه، بس هسيبها تبرد شوية وبعدين ارجع اعبي. بص حبيبي بعد ما بردت كده يجي اقول ربع ساعة او تلت ساعة، شايفين تقلت ازاي، ولسه لما تتحط في التلاجة هتتقل كمان. هبدأ اعبيها في البطرمان بتاعي زي ما انتم شايفين كده، البطرمان ده كيلو كنت جايبة فيه مربى قبل كده، يعني كمية القشر بتاعتي عملت معايا كيلو وربع تقريبا كده من المربى. البطرمان ده ما شاء الله كبير، شايفين اللون يا جماعة وشايفين القوام، ولا ضفنا جيلي ولا جيلاتين ولا لون أحمر صناعي ولا أي حاجة طبيعية كده منها فيها. بص الترميلة وبص القوام وبص الجمال والريحة والطعم، حاجة خطيرة يا جماعة، من حاجة كنا بنرميها في الزبالة، حقيقي حاجة هتبسطكوا جدا لو جربتوها. ولو قلقانين من التجربة جربي بكوباية واحدة بس قشر بطيخ وعليها نص كوباية من السكر، طعمها حلو قوي هيعجبك جدا. اتمنى يا رب الوصفه بتاعتي النهارده تكون عجبتك وفادتك، ومن دلوقتي للفيديو الجاي بتمنى لك السعاده وراحه القلب وراحه البال، واشوفكم في فيديو جديد. بحبكم في الله، مع السلامه.